بالرغم من كورونا سنحيي عيد الأضحى، الشعيرة الدينية التي يتطلع المغاربة للاحتفال بها هذه السنة مهما كانت الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، لكنهم لا يخفون توجسهم من خطر انتقال عدوى الوباء إن لم يتقيد الجميع بالإجراءات الوقائية. العيد ديال هذا العام ما كاينش باش العيد اللي فات، الفرحة زعما كاينه شي فرحة ما كايناش فالظروف ديال كورونا. العيد غادي يكون ماشي بحال الاعياد اللي دازت، وغادي يكون مهددين بالخطر، وبالنسبه للاحياء الشعبيه الخطر موجود، ما كاين لا حضر لا التزامات. هذا واحد من بين آلاف الأسواق المخصصة لبيع الأضحيات التي بلغ عددها نحو 6 ملايين رأس غنم وماعز، جميعها خضعت لمراقبة صحية صارمة لضمان جودة لحومها وسلامتها في ظرفية جائحة كوفيد-19. بالنسبة للحالة الصحية ديال القطيع راه في حالة جيدة، كانوا حملات لقاح ضد الأمراض المعدية. الملفت للنظر أن وفرة رؤوس الأغنام هذه لا توازيها كثرة الطلب، فمعظم الفلاحين يشتكون قلة إقبال الزبائن على شراء الأضحيات، والسبب حسب العديد من الآراء مرده إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت بجائحة كورونا. جئنا بالأغنام إلى السوق، لكن من يشتريها؟ لا أحد يعطينا الثمن المطلوب، ونتمنى أن تتغير الأحوال وتكثر الزبائن. ارتباطا بالمناسبة، اصدارت التجارة الموسمية الخاصة بعيد الأضحى، فالعديد ممن يعانون من العطلة وفقدان الشغل بسبب وباء كورونا تراهم هذه الأيام في فضاءات عامة يبيعون الأعلاف والفحم وكل الأدوات الضرورية في العيد. قد تبدو مظاهر العيد كشعيرة دينية حاضرة في الأسواق، لكن فرحته تبدو باهتة، خاصة بعد لجوء السلطات المغربية إلى منع التنقل بين العديد من المدن وتشديد المراقبة عبر الطرقات، الشيء الذي حرم العديد من المغاربة قضاء العيد مع أهاليهم. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط.